ده رسالة قوية لنظم الحكم العربية المتراحلة في كل العالم العربي بأن في مصر ثورة حدثت. يجب أن يتعامل معنا النظام السعودي في النظام السعودي بشكل مختلف عن الشكل الذي كان يتعامل به في فترة حكم مبارك. مصر دولة كبيرة ولها قيمتها. مصر يجب على السفير المصري أن يرعى بجد وبحق رعاياه، لا أن يسابق إلى إدانة الضحية قبل أن يتأكد من المعلومات. نحن نقول أن في مصر ثورة حدثت. أولا في موضوع الجزاوي، أنا يعني ليس خفيا على أحد أن هناك عشرات بل مئات الحالات، مئات الحالات من المصريين الذين يعودون ويقولون أنهم تعرضوا إما لإساءة معاملة أو تعذيب وأحيانا سجن في دول الخليج عموما والسعودية. بالنسبة لقضية الجزاوي يعني هي فيها تفاصيل كتير لم تتضح حتى الآن، وفيها لبس كتير، وتم تصعيد القضية إعلاميا بشكل كبير جدا، لأن الجزاوي ليس أول شخص يتم إهانته في دولة عربية. هناك مئات الآلاف من الإهانات التي تعرض لها المصريون داخل ليس فقط السعودية ولكن داخل العديد من الدول العربية وخاصة دول الخليج، الذين يعرف عنهم عرفوا بالتعالي، تعامل التعالي على العامل المصري والنظر بنوع من أنواع الكبرياء للمصري، وينظرون للمصري من فوق تلال أموالهم وليس نظرة مساواة. الحقيقة قضية الجزاوي فتحت باب جديد لدخول أو إقحام مصر في صراع مع دولة عربية شقيقة. يعني الحقيقة كان المفروض أن ننتظر نتيجة التحقيقات في القضية حتى من منطلق احترام الدولة على سيادتها على أراضيها، فكان المفروض ننتظر للحكم ما ستسفر عنه تحقيقات الجهات الأمنية أو جهات التحقيق في السعودية. دي نقطة. النقطة الثانية اني السعودية احنا تسرعنا في اننا نروح نشتم ونعبر عن وسيلة التعبير عن الرأي عندنا، كانت بشكل يعني خاطئ جدا قدام السفارة، لكن ما كانش ينفع ان احنا نروح نشتم دولة عربية شقيقة ونرسم على جدران سفارتها بانها نجمة داود ونرفع آسف الحذاء وبشكل غير لائق. احنا دولة يعني دولة متحضرة ودولة يعني بننشد الديمقراطية من سنين طويلة، والمفروض ان لما يجينا فرصة ان احنا نعبر عن رأينا نعبر عنه بشكل اكثر حضارية من اللي حصل قدام السفارة. بخصوص رأيي الشخصي في قضية المحامي المصري احمد الجزاوي الذي اعتقلته السلطات السعودية بدعوى انه حامل اقراص مخدرة، برأيي ان ما جرى في مصر من يعني هجوم على السفارة السعودية، إذا عدنا إلى الأيام الأولى لاقتحام السفارة الصهيونية نجد أن قطاعا عريضا من الثوار ذهب ليهاجم السفارة السعودية في ذلك الوقت. رأيي أيضا أن تحرك الناس باتجاه السفارة السعودية هو نتيجة تراكمات لانتهاكات سابقة جرت ضد مصريين يعملوا لدى السلطات السعودية أو لدى السعوديين، أخرجهم العوز والفقر في ظل النظام المخلوع إلى السفر والرضا بشروط عمل مجحفة ومهينة ولا تتوافق مع أدنى معايير حقوق الإنسان وحقوق العمالة في كل العالم. معروف أن السلطات السعودية هي من ابتدعت نظام الكفيل وعلى شاكلتها بقية دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا نظام غير معمول به في أي دولة من دول العالم باستثناء المنطقة العربية. أيضا ما جرى من عسف وجور وسلطات مطلقة دكتاتورية باتجاه قضية طبيبين، إذا ما عدنا بالذاكرة إلى عام ونصف مضى عندما حكمت السلطات السعودية بجلد طبيبين مصريين
حكم على كل منهم ب1500 جلدة، ولا يوجد في الإسلام الذي تدعي السلطات السعودية أنها تطبقه حد يصل إلى 1500 جلدة.